فظائع لا مثيل لها تعيشها النساء في قطاع غزة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي لم يترك شكلاً للإجرام إلا وارتكبه بحق أهالي القطاع كما تقول منظمات أممية. ففي آخر تقاريرها كشفت تجريد ضباط إسرائيليين نساء وفتيات فلسطينيات بغزة من ملابسهن وتعريضهن للإهانة والاغتصاب أو الإعدام أيضاً. تقارير دعت صندوق الأمم المتحدة للسكان لإعرابه عن فزعه إزاء ممارسات الاحتلال بحق النساء كباراً وصغاراً، مؤكداً أنهن لسن أهدافاً في هذه الحرب. ورغم أن بنك أهداف الاحتلال هو النساء والأطفال منذ بداية عدوانه على القطاع، إذ يشكلون أكثر من 70% من الشهداء بحسب بيانات المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إلا أن جيش الاحتلال لم يكتفي بالقصف والقتل بل وصل إلى أبشع أنواع الإجرام. حركة حماس طالبت بتحقيق دولي في تنكيل إسرائيل بنساء غزة، كما أكدت أن التقرير الأممي دليل إضافي على جريمة الإبادة والتطهير العرقي التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي. لكن الأمر لا يقتصر على غزة فحسب، إذ إن النساء في الضفة الغربية يعتقلن تعسفياً ثم يتعرضن لأشكال متعددة من الاعتداءات بحقهن حسب ما أعلنته منظمات فلسطينية. معاملة لا إنسانية ومهينة يتعرضن لها النساء الفلسطينيات كما تصفها الأمم المتحدة، التي تدعو إلى إجراء تحقيق مستقل لهذه الانتهاكات بحق النساء اللواتي يتحملن وطأة الحرب بكافة أشكالها. رام عقيلي، تارتي عربي.